في مبادرة أكثر من رائعة ووسط حضور مكثف لبعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا وفرنسا، نظمت جمعية الصحراء المغربية فرع سويسرا حفلا تكريميا لفائدة مجموعة من الكفاءات المغربية التي تألقت في ميادين مختلفة على مدار السنوات الماضية وتشجيعهم على المزيد من العطاء في قادم السنوات. كما يعلم الجميع أن الهدف الأسمى لهذه الجمعية، جمعية الصحراء المغربية بسويسرا، هو التعريف بالقضية الوطنية والدفاع عن الحكم الذاتي، ولكن بالموازاة مع هذا عندنا أنشطة أخرى تتمثل في تكريم بعض الفعاليات المغربية الموجودة بسويسرا وفرنسا والدول المجاورة، يعني لنجعلهم قدوة لأولادنا حتى يعني يمشوا على نفس المنوال. وإن شاء الله الشكر الكبير لمن ساهم من قريب ولا بعيد اللي يعني لإنجاح هذه التظاهرة اللي فعلا كانت تظاهرة رائعة، والشكر إلى الجميع باسم جمعية الصحراء المغربية بسويسرا. هي لحظة اعتراف لكفاءة وقعت على مسار متميز في مجال اشتغالها، شواهد تقديرية وجوائز متباينة لشخصيات برزت في مجال الطاقة والصحافة والفن والطبخ، وأخرى في مجال الرياضة والموسيقى والغناء. على التكريم اللي هو تكريم مفاجئ، احنا انا فرحت به بكل صراحه، مزيان لانه اذا كان يدل على شيء فهو يدل باهتمام هذه الجمعيه ليس فقط بالقضيه الوطنيه اللي هي قضيه الصحراء المغربيه، ولكن باهتمامها كذلك يعني بالجاليه المغربيه في سويسرا، وكتشجعنا باش نكونوا باش نعطيو المزيد ان شاء الله في المستقبل. وهذا انا بالنسبه لي ماشي تكريم بل هو تكليف باش نديروا اكثر ان شاء الله في المستقبل لصالح الوطن بالدرجه الاولى. في البدايه كنقدم الشكر ديالي الجزيل للجمعيه اللي قامت بهذا الحفل، جمعيه الصحراء المغربيه اللي نظمت هذه البادره الطيبه ورجعتني واحد 10 سنين لوراء التاريخ ديالي في المصارعه النسويه، وعيشتني احساس من جديد بهز كما كنقولوا باش نهز الدرابو المغرب، وداك الاحساس العظيم اللي ما كيحس بيه الا الرياضي ملي كيطلع البوديوم. واكد القائمون على هذا التكريم ان هذه المبادره تسعى الى ابراز الكفاءات المغربيه واخراجها الى حيز الوجود، والى الاعتراف بالدور الذي تلعبه هذه الكفاءات في بلدان الاقامه كي يكون مثالا يحتذى به من قبل الاجيال القادمه، وفي إبراز الصورة المضيئة والمشرقة للجالية المغربية المقيمة بسويسرا وفرنسا. أنا فرحانة بزاف بهذا الحفل بالمشاركة ديالي كمطربة، وهذا الشيء زوين بزاف وفي المستوى، كنتمنى دائما هذا الشيء يزيد لقدام. شكرا جزيلا لهذا العرضة المزيانة، وكنتمنى هذا الشيء يوصل سيدنا، والله ينصر سيدنا والله ينصر الأسرة العلوية الشريفة قاطبة في جميع أنحاء دول العالم. وتخلل هذا الحفل عرض موسيقي أحياه الفنان عبد الرباع رفقة مجموعة من الفنانين، تم خلاله عزف النشيد الوطني وعدد من المقطوعات الموسيقية والأغاني الوطنية التي وجدت تفاعلا كبيرا من قبل الحاضرين. تكريم الكفاءات المغربية بالمهجر سنة محمودة ومبادرة تستحق التشجيع، اعترافا بمسارهم المهني المتميز وتقديرا للمجهودات التي يبذلونها، وتشجيعا لهم على بذل مزيد من العطاء كي يكونوا مثالا يحتذى به من قبل الأجيال القادمة الذين هم أمل المستقبل وثروة الوطن الحقيقية. الغالي محمد رشاجدة، زوريخ.